ما كان لازم أحضر اليوم، نزعت إلا فرحتها لبنتي. الله ياخذني ويريح الناس مني بقى. ليش عم تضي على حالك هيك يا سيد عزمي؟ أنت ما لك ذنب اللي صار اليوم. أنا قلت لصهري ما بدي روح لهنيك، هالمخلوقة إذا بتشوفني رح تعمل لي مشكلة كبيرة. ما توقعت إنه هيك يصير. والعريس بسببي أنا ترك بنتي زينة وهرب من العرس. هو أصلا شخص ما عنده أخلاق ابنه، وزينة كمان الله يصلحها لو إنه ما حكت قدام الكل كان بنقدر نلفلف الموضوع ونلاقي حل. بيعرفوا إن البنت ما عندها أب بيحميها، وسخوا شرفها هلأ ورموها بعد ما أخذوا اللي بالدنيا منها. بيسامعها أنا ما بتركن لو كنت محترم. ليك نحنا إذا كنا معهم أو ما كنا، أولادنا ما عم يعملوا غير اللي هنن بالدنيا بغض النظر إذا صح أو غلط. عم تحكي هيك لأنه ما عندك بنات؟ الصبيان همهم كبير مثل البنات ويمكن أكبر يا سيد عزمي. بعدين أنا كمان هلأ صار عندي بنت صبية. آي راسي، آخ، كله بسبب أبوك يا سكير. هو نزع لنا فرحتنا بهالمسكينة، ما بيكفي إنه خرب لي حياتي، رجع يخرب حياتنا من جديد. شو ذنب هالمسكينة يصير فيها؟ مو بابا السبب اللي صار اليوم أمي. ماجد من الأول كان ناطر فرصة. اختي أنا شو عملت؟ شو عملت لحتى يتركني بيوم عرسي ويروح؟ خلاص لا تزعلي يا عمري انتي زينة. نحن كلنا رح نكون جنبك ورح نهتم فيكي وبالولد اللي ببطنك. لا تخافي، ما رح نتركك لحالك زينة. زينة بوقتها فصعونة كانت وبيسانها القادرة كانت ما تخلي يوم يمر على خير أبدا. في مرة المساء قررت أني ما أسكت لها، وشاهيناز وقتها وقفت بيني وبينها. سكوت هيك طلبت، تحملها هالمرة كرمالي. تحملت كتير بس كرمال بناتي تحملت لسانها الطويل وقلة أدبه واحترامها لإلي. بس بعدين تعبت وما ضل عندي صبر، طلعت من البيت وما عاد رجعت له. يا ريتني ما طلعت وتركت بناتي، لأنه ما عارفوا مع طعم الراحة. ما شافوا مع أمهم يوم أبيض ولا حضن دافي حتى. أهلين وسهلين بنتي، أنا عزمت أبوكي لنقوم بواجبه ونشربه قهوة. يلا بنتي تعالي. لو ما أنتوا عزمتوه عمي ما كان بيفكر بحياته يجي ويزور بنته ولا حتى يسأل عنها. رح أمشي لا تتضايقي. عزمي عود. أعود عمي عود. بعد إذنكم أنا تعبانة وطالعة أرتاح. لا يا بابا خليكي هون، روحي وعدي جنب أبوكي، ما بيصير تتصرفي معه هيك. فوتي، هذا بضل أب. فوتي. تعي شاهيناز تعي. بنتي فوق ما بتتخيلي بحبك. شاهيناز اسمك. أنا سميتك على اسم أمي. حقك أنا ما بستاهلك، اللي مثلي ما بيستاهل إنه تبكوا عليه.
اشتقت لك. أحمد بيك انتبه على حالك منيح بابا. لا تاكلي هم. تفضل عمي. شاهيناز أمانة برقبتك، لا تتخلى عنا مثل ما عملت فيها أنا، ولا تخيب أملها فيك أصحاب. لا تاكلها أكيد عمي. ولا يهمك شاهيناز، أنا كتير آسفة على اللي صار معكن اليوم، يعني ضايقت عليك وعلى أبوك وعلى زينة. فيني ساعدكم بشي؟ أنا ماني بحاجة مساعدة من حدا، مفهوم؟ وبالأخص أنتي. وصلت لأبوك على البيت. ليكي شاهي، أنا هلأ ما عم بسألك لأنه بدي حاسبك. كنت بتعرفي بموضوع حمل زينة من الأول، مزبوط؟ لو من الأول خبرتيني يعني مو أحسن ما أعرف بهالطريقة. مين على التليفون؟ مو كتير مهم، مو كتير مهم مين عم يتصل. أنا مكتوب علي القهر والهم طول حياتي، كل ما بيرن التليفون بيكون في شي مصيبة من وراء الاتصال، وكل ما ندق الباب بيكون في مصيبة. أنا تعبت كتير، تعبت تعبت ضل غطي على تصرفات أمي وكلامها قدام الناس، وبابا اللي عايش بالعذاب وما بقدر أعمل له شي، والمسكينة أختي انكسرت وانفضحت قدام الكل. مو معقول شو تعبانة يا أسامي. طول ما أنا موجود المفروض تضلي رواق. شاهيناز رح ضل واقف جنبك، لا تاكلي هم. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.